إلا هو أنتم الهدف أنكم من بعد ما خرجتوا البترول من صندوق يعني من المقاصة بغيتوا ترجعوا لصندوق المقاصة ونديروا واحد 3 مليار، أنا أتفق مع الرئيس ديالك وأجي أتذكر معايا، أنا ما نظنش أن الرئيس ديالك السي بوانو غادي يبغي. ها لا كنهضر لا وشوف لا وكنهضر لا خليني نتكلم انا وشوف انا كنهضر معك والله ما كندير معك السياسه كنهضر معك من فضلكم انا سي ابراهيم انا ما بغيتش تكون السيد الرئيس والساده والنواب سي ابراهيم حيت قالها لي سيد رئيس سيدة والسادات هذه حالة بهذ الملاكمة ما بقاش برلمان هذا ها من الله يخليك سي ابراهيم سي ابراهيم اتق الله الصيام 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 كيف سلم اشوف اشوف سغيات سغيات سيد نائب الله يخليك سيد نائب السيد نائب السيد نائب سيمو 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 السي ابراهيم السي ابراهيم سيمو أسيمو 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 شوف شوف ماد شوف كاين بعض المسائل كاين بعض المسائل لا تستحق الجواب لان هاد الاسطوانه عامين هما كيجاوبوها ولا خلوني هذا خليني هذا وخليني هذا هاد الاسطوانه 5 سنين ولا 7 سنين هما كيجيبوها والنتائج الانتخابات المغاربه عارفين سيدات والسادة النواب أبغيت ما تكونش الذاكرة ديالنا قصيرة ونذكر أن بعض المسؤولين اللي سبقونا لهذه المسؤولية كانوا صرحوا في فاتح ماي 2013-2012 لواحد الجريدة الوطنية وقالوا لا يمكن إصلاح كل شيء دفعة واحدة سبحان الله فاش كنتوا في المسؤولية كنتوا كتطلبوا من المغاربة يعطيكم الوقت لأن الإصلاحات ما يمكنش دا غير وحدة وحدة ومنين ما بقيتوش وليتو كتطلبوا الاخرين بالسرعه ويديروا في 6 شهور داكشي اللي ما داتوش في 10 سنين ايوا سمحوا لي نقول لكم الحقيقه المغابه وهذا هو الحزب اللي رفع جميع الاسعار هو اللي حرر قطاع المحروقات وطول 10 سنين وهما حاكمين وما قدروش يوفوا للمغرب مخزون استراتيجي للمحروقات وهذا الحزب اللي كيتكلم اليوم على اسمعني اسمع اسمع هذا الحزب اللي كيتكلم هذا الحزب اللي كيتكلم واش نزيدوا ولا نبقاو زيد هذا الحزب اللي كيتكلم ولا على اليوم على السياده التقيه هو نفسه اللي خلانا حتى لاخر لحظه باش يعلن باللي العقد ديال الغاز مع الجزائر ما بقاش سكت ما قالهاش حتى قال لك ما بقاش الغاز هذه مسؤوليه هذه
وحنا كنقولوا حلول واليات، كنلقاو حلول واليات باش نواجهوا ازمه غير مسبوقه. والازمه اليوم هي ازمه مستورده، قله المواد الاوليه. سيد رئيس، أسيمو إذن الأزمة، الأزمة اليوم هي أزمة مستوردة، قلة المواد الأولية، أسعار عالمية ماشي مرتفعة بل ملتهبة، البترول وصل أثمنة خيالية، حرب عندها أثرها، والمغربي راه متبع وكيعرف كل شيء هادشي، وما محتاج نزيدو نشرحو ليه، وما محتاج أكثر شي حد اللي يجي يكذب عليه. المغربي بغى اللي يطمئنوا على التسيير ديال الأزمة الاقتصادية ديال البلاد، وغادي يعرف أن المسؤولين اللي دار فيهم الثقة واخدين طريقهم لحل الأزمة واخدين الطريق الصحيح. والمواطن كيعرفنا وكيعرف الطاقات ديالنا وكيعرفكم، كيعرفكم حتى نتوما، وكيعرف مزيان الطاقه ديالكم. والمغاربه عاقبوا واحد الاتجاه والتوجه في الانتخابات، واختاروا توجه اخر، داروا ثقتهم وتوجه جديد لانه عارفين عنده القدره على التسيير. هذا هو اللي دار الفرق في الانتخابات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.